مشاهدينا، وللحديث عن التطورات في أوكرانيا عقب استعادة سيطرة القوات الأوكرانية على مدينة خيرسون ومآلات الأوضاع في ظل تراجع القوات الروسية، معنا من إسطنبول الخبير العسكري العقيد الأستاذ حاتم الراوي. سيادة العقيد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. ماذا تعني استعادة القوات الأوكرانية أو سيطرتها على مدينة خيرسون في هذا التوقيت، وهل انسحبت القوات الروسية طواعية من خيرسون؟ سلامي لك أستاذي الكريم والسادة المشاهدين. الحقيقة أن يعني ثلاث بنود كانت يعني أي خبير عسكري يتابع أداء الجيش الروسي يصل إلى هذه النتيجة مسبقا. يعني كلنا كنا نتصور أن روسيا ستتراجع بهذه الطريقة أو بأخرى. للبنود الثلاثة هي سوء أداء العسكري الروسي في المعركة، سوء تأمين خطوط الإمداد وخطوط الإسناد للأرتال المتقدمة. يعني كانت الأرتال تتقدم بشكل أقرب إلى الفوضى، ويعني بصورة يعني بدون حتى استطلاع، كان مفقود الاستطلاع. هذا ما أدى إلى انخفاض الأداء. أضف إلى أن يعني ما تبين أنه ثاني أقوى جيش في العالم الذي هو جيش الاتحاد الروسي ورئيس الاتحاد السوفيتي لا يمتلك من التقنيات ما تجعله قادر حتى على الدفاع عن نفسه. لذلك تميز أداء العسكري أو المقاتل الأوكراني، تميز هذا المقاتل بتمسكه بالأرض وأصراره على النصر أكثر بكثير من العسكري الروسي، لأن هذا يقاتل دفاعا عن أرضه ودفاعا عن وطنه وهو معتدى عليه. أما بالنسبة للعسكري الروسي فهو قادم بدون تدريب، بدون أسلحة متطورة، بدون عقيدة قتالية تدفعه إلى القتال. لذلك كان الأداء سيء جدا لدى الجيش الروسي، مما مكن القوات الأوكرانية من قطع خطوط الإمداد، هذا إن وجدت خطوط إمداد، وتطويق الأرتال الروسية في أكثر من مكان وجعلها تنسحب كأفراد للنجاة بحياتهم، تاركين خلفهم أسلحة جاهزة. ورأيناها كيف كانت الأسلحة جاهزة واستعملها الأوكرانيون في حربهم ضد الروس. ويعني أحسن الأوكرانيون الاختيار عندما ركزوا هجومهم على خيرسون، لأن خيرسون هي يعني مفترق الطرق أو يعني عقدة الاتصالات التي تسمح بتقدم وتحرك الأرتال الروسية. لذلك أنا أرى أن الانسحاب جاء كيفياً وجاء فعلا. يعني صدق الروس بتبريراتهم عندما قالوا انسحبنا للحفاظ على حياة جنودنا. طيب، هذا التقدم ما الذي سيبنى عليه؟ هذا التقدم العسكري للقوات الأوكرانية، هل يمكن أن يكون بداية لاستعادة بقية الأقاليم التي ضمتها روسيا واحتفلت بانضمامها إليها؟ يعني لنذهب أكثر من ذلك. أن يعني كلنا كخبراء عسكريين كنا نتصور أن روسيا قد تنسحب من مكان لتستخدم القنبلة القذرة أو القنابل النووية التكتيكية في المكان. لكن ما تبين، وهذا ما جعل بوتين يقتنع تماما أنه غير كفؤ لمتابعة هذه الحرب ولمتابعة المعارك. وجدنا أن روسيا لا تمتلك أي دفاعات تقيها من الأسلحة المتطورة التي تضربها، إلى الدرجة التي أذهب معها ومتأكدا تماما وبعد يعني تدقيق كبير، أن لو روسيا حاولت استخدام القنابل النووية أو السلاح يعني أي نوع من أسلحة الدمار الشامل ستضرب في أماكنها. هذا ما تبين بوضوح كامل من خلال الأداء حتى اليوم والمعارك. يعني اليوم نحن دخلنا الشهر يعني نهاية الشهر الثامن. يعني
نعم نعم نحن في نهاية الشهر الثامن. نعم. وأنا قلت بعد 3 أيام من بدء المعارك وشايلني مذيع أحد الفضائيات إحدى الفضائيات أنه يعني عم يقول أنه نحن الآن في اليوم الثالث، قلت له بل نحن في السنة الأولى لأن المعركة ستطول جدا. من أين استخرجت هذا الشيء أو سنتشته؟ فقلت له من خلال مراقبتي بدقة لتحركات الجيش الروسي، هذا ليس جيش الاتحاد السوفيتي أو وريث الاتحاد السوفيتي وليس ثاني أقوى جيش في العالم، هذا أول وأقوى جيش في سوريا. عندما تمكن من قصف الأفران ومدارس الأطفال والأحياء السكنية والمساجد بانتصار واضح تماما، هكذا تصور نفسه يدخل أوكرانيا بنفس هذه الطريقة. سيادة العقيد، أيضا يتحدث بعض الخبراء عن إمكانية الدخول في مفاوضات روسية أوكرانية على ضوء هزيمة القوات الروسية وانسحابها من خيرسون، برأيك هل تتوفر المعطيات اللازمة للدخول في مثل هذه المفاوضات حاليا؟ أنا أقول الآن بعد أن اكتشف الأوكرانيون حقيقة ما يعني هذا البالون الروسي واكتشفه العالم ورآه يعني رأيناه بأعيننا، أنا أقول أن أوكرانيا الآن ستفرض شروطها إذا قبلت التفاوض مع روسيا، علما بأنكم قد تذكرون أنه في بداية الحرب وقبلها بأيام لم يدع زيلينسكي وسيلة إلا واتبعها في سبيل الوصول إلى التفاوض مع بوتين. ورفض بوتين حتى الحديث معه على الهاتف. أنا أقول الآن أن أوكرانيا الآن بوضع يسمح لها بعدم التفاوض ويسمح لها باستعادة أراضيها عسكريا من خلال ما يجري حتى الآن. أنا أقول يعني إذا لم تحصل مفاجآت يعني غير محشوبة، لكن كل ما تبين أن أوكرانيا الآن بوضع أفضل كثير على الأرض، والذي تبين وتم التأكد منه أن روسيا لن تجرؤ أن تمد يدها على السلاح النووي لأنه سيضرب في مكانه. من إسطنبول الخبير العسكري العقيد حاتم الراوي، شكرا جزيلا لكم.